ثمانية نقاط مختلفة في المجال الثقافي والتربوي والسينما والسهرات الرمضانية والرسم والموسيقى والطبخ وغيرها تضمنها البرنامج السنوي للمعاهد الفرنسية بالجزائر الذي أماطت عنه اللثام مديرة المعاهد الثقافية بالجزائر أحلام غربي في الندوة الصحفية التي أقامتها بإقامة نجمة التابعة للسفارة الفرنسية بالجزائر. J'ai pris le temps de rencontrer les artistes, rencontrer les Algériens, la société civile, les journalistes aussi, parce que j'ai rencontré un certain nombre d'entre vous. J'ai pris le temps aussi d'essayer de comprendre le pays, pays voilà, qui est riche, pays qui a beaucoup, beaucoup de choses à donner. On va axer sur 8 temps forts. Donc on va en fait axer notre programmation de cette année sur des temps forts tout au long de l'année. On va commencer à partir d'octobre. Et donc on va avoir tout au long de l'année 8 temps forts. Et on a voulu voilà, mettre cette belle langue en avant avec un hommage à Mohamed Darwish, avec du théâtre aussi, autour d'un poète palestinien. On a voulu aussi mettre en avant aussi la calligraphie arabe. On va avoir aussi une conférence Ibn Khaldoun, un nouveau cycle de conférences Ibn Khaldoun, des conférences باللغة العربية. Donc ça c'est vraiment nouveau في المعهد الفرنسي بالجزائر. أحلام غربي تحدثت عن الأهداف الثقافية التي يصبو إليها المعهد الفرنسي بالجزائر لا سيما بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الجزائر. الرئيس الفرنسي جاء مع وفد ثقافي يعني في المجال الثقافة وفي المجال الرياضة مثلا كبير بزاف والوفد هيك تو سي جون توت سي بيرسوناليتي الشخصيات هذوما يحبوا يخدموا يحبوا يجيوا لهنا في الجزائر ويحبوا يعني يقدموا ثاني مشروعات وبرامج ثقافية. مواعيد ثقافية تأتي بالتزامن مع العودة إلى الجامعات والمدارس مع احتساب الطلبة الذين سيسافرون إلى الخارج للدراسة وجميعهم سينصب اهتمامهم مع برامج المعهد الفرنسي بأهم ولايات الجزائر.